بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا حلقة النهاردة مميزة، هيكون فيها ضيف النهاردة في الجزء الثاني، واحد من نحن رهننا عليهم، كلمنا عليهم كتير في برنامج الأشبال ورهننا عليهم، ودايما كنا بنسلط الضوء عليه، كنا دايما بنتوقع له إن شاء الله في يوم من الأيام هيكون في الفريق الأول. سلطنا الضوء عليه خلال فترة طويلة، كنت أنا وفريق الإعداد وفريق العمل معايا هنا في برنامج الأشبال، كابتن عربي بدر. نتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. ما شاء الله على عربي، يعني كل المباريات اللي بيلعب فيها في أجزاء أو من بداية المباراة مع الفريق الأول مع موسيماني اللي بدأ يديله فرصة بشكل أكبر، بيأدي فيها وبيثبت إن عندنا الحمد لله في قطاع الناشئين لاعبين موهوبين يقدروا يلعبوا في النادي الأهلي. وايضا بنتمنى له التوفيق كمان مع منتخب الشباب مع الكابتن ربيع ياسين خلال الشهر اللي جاي ان شاء الله، عندهم التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه في موريتانيا في شهر 3، فان شاء الله يكون يعني حوار ينال اعجابكم. كمان شاركونا على صفحه القناه، ابعتوا لنا رايكم في اللاعب عربي بدر، وهنقول كل اراء حضراتكم ان شاء الله. عربي موجود معانا في الجزء الثاني في الحلقه. نروح بقى نبتدي مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين دلوقتي، ده على صفحة القناة دلوقتي رأي حضراتكم في موهبة اللاعب الصاعد عربي بدر ابن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بعتولنا وهنقول كل آراء حضراتكم معايا، وعربي موجود معايا إن شاء الله في الجزء الثاني. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. وقبل ما أروح عايز أوجه الشكر لكل المواقع اللي بتفرد مساحة كبيرة للناشئين والمواهب الموجودة في مصر. على رسوم طبعا الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي بيدي مساحه كبيره لقطاع الناشئين، ايضا موقع يلا كوره، صدى البلد، الاهرام، فيتو، اليوم السابع، كل المواقع من هنا بنشيد بيهم وبنقدم لهم كل التحيه. نروح نبتدي مع حضراتكم باخبار الناشئين في الصحف والمواقع، ونبتدي مع حضراتكم ببوابه الاهرام وتصعيد 5 ناشئين للتدريب مع الفريق الاول للنادي الاهلي. الاسماء اللي صعدها موسيماني، ارجع للخبر الاولاني تاني، الأسماء اللي صعدها موسيماني الخمس ناشئين، حابب أقول لحضراتكم على أساميهم برضو: أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق مواليد 2001، إبراهيم السيد مواليد 99، وأحمد السيد غريب، نجل الكابتن سيد غريب مواليد 2002، وده أصغر ناشئ يتم تصعيده خلال الفترة دي من مواليد 2002، وبالمناسبة لاعبين مميزين جدا. نروح الخبر الثاني، ومع منتخب الشباب يواجه بتروجيت وديا الأربعاء، وكل التوفيق للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني. نروح لقضية مهمة من اليوم السابع، واختفاء ثنائي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب. عايز أقف عند الخبر ده شوية. النهاردة الكابتن ربيع ياسين في 2 لعيبة من وادي دجلة، أسماء الاثنين لعيبة أحمد شريف وكريم محمد. المدير الإداري في وادي دجلة اتصل بالاثنين لعيبه وهم موجودين في معسكر منتخب الشباب، استدعاهم للتدريبات وادي دجله الفريق الاول. اللعيبه وهي في المعسكر لموا شنطهم وخرجوا من غير ما يستاذنوا من المدير الفني او المدير الاداري في منتخب مصر. كابتن ربيع ياسين طبعا يعني اظهر استياء وغضبه من الموقف اللي حصل، خاصه ان الكابتن ربيع ياسين علاقته بكل الأندية من وقت ما تم إنشاء منتخب الشباب 2001 علاقة جيدة بكل الأندية، بيسمح للاعبين لما يبقى عندهم مباريات مهمة إنه يروحوا أنديتهم وكمان يكونوا موجودين. لكن الفترة دي فترة مهمة جدا، فترة مهمة للكابتن ربيع. النهاردة وإحنا خلاص باقي شهر على تصفيات كأس الأمم اللي هتكون في تونس، بطولة شمال أفريقيا الموجود فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، هيطلع فرقتين. دي فترة مهمة جدا للكابتن ربيع انه يقدر يحفظ اللعيبة. كابتن ربيع غضب من الموقف، عايزين نشوف بقى موقف الكابتن ربيع بعد ما اعلن او قال للجنة الخماسية لازم تاخدوا قرارات ضد الاثنين لعيبة. اتحاد الكورة قال دي فترة خارج الاجندة الدولية، ما نقدرش نوقع عقوبات على اللعيبة، لكن الكابتن ربيع خد قرار شخصي في منتخب مصر، ان دايما منتخب مصر ليه الاولوية وليه دايما الاهميه وياتي في المرتبه الاولى. تم استبعاد 2 لعيبه وعدم ضمهم لمنتخب مصر الشباب مره اخرى. نروح للخبر اللي بعد كده، وايضا موجودين مع منتخب الشباب. ده خلاص قلنا قرار الكابتن ربيع، تعرف على قرار الكابتن ربيع ياسين تجاه الاثنين، خلاص قلنا استبعاد الاثنين من المعسكر بتعليمات كاف منتخب الشباب
يصطحب 20 لاعبا في بطولة شمال أفريقيا بتونس. ال 20 لاعب هيكون منهم 3 حراس مرمى. الخبر اللي بعديه تغييرات في الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالزمالك. حارس الزمالك يخضع لعملية جراحية، عمر أسامة عبد الكريم، نتمنى له إن شاء الله السلامة. هو نجل الكابتن أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي. ونروح أيضا لغزل المحلة، بنبارك له وبنقول له يعني ألف مبروك على صعود دوري ممتاز. غزل المحلة يقرر تصعيد 3 حراس من الناشئين الفريق الأول، أسمائهم أحمد فوزي وياسر مختار وحسام فتحي. المنتخب الأولمبي، منتخب الأولمبي الكابتن شاوي غريب يضم قائمة من 28 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل، كوريا الجنوبية يوم 12 والبرازيل يوم 17، وده أفضل استعداد للمنتخب الأولمبي، وماتشين قويين جدا يقدروا يستفيدوا منهم فنيا. نروح بقى للخبر المهم جدا من موقع يلا كرة. كابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي استعار محمد فخري وشادي رضوان، 2 لعيبة مميزين، 2 لعيبة لعبوا مع الفريق الأول بالنادي الأهلي ثبتوا ذاتهم، لكن نشوف رؤية النادي الأهلي خلال فترة قادمة مع 2 لعيبة من خلال إعارتهم لنادي البنك الأهلي. ومعنا دلوقتي على التليفون الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي. مساء الفل يا كابتن أمير. مساء، ازي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله يا كابتن، ربنا يخليك. محمد فخري وشادي رضوان خلاص تم عارضتهم ولا لسه في عمليه مفاوضات دلوقتي؟ لا لسه، محمد فخري خلاص الامور بتنتهي بنسبه يعني 99% خلاص. تمام. الموضوع بيخلص. شادي لسه موضوع يعني متاخر شويه، بس يعني ربنا يسهل الموضوع يخلص على خير في الاخر يعني. يعني فخري خلاص بصفه نهائيه تم عارضته، شادي رضوان لسه في الرتوش الاخيره. بالظبط كده. كابتن أمير عايز أسألك إزاي النادي الأهلي بيستفيد من الإعارات دي؟ ما شاء الله خلال السنتين اللي فاتوا في كم إعارات كتير من لعيبة النادي الأهلي وآخرهم يعني شادي رضوان ومحمد فخري، الاستفادة اللي بتعود على النادي الأهلي من خلال عملية الإعارات. بص يا كابتن، طبعا هي في استفادة فنية واستفادة مادية للنادي. تمام. النهارده لما بنطلع لعيب زي فخري او قبل كده في الجونة كنا بنطلع أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان. تمام. كنا بنطلع عمار حمدي النادي الاتحاد، محمود الجزار في الجونه برضو. فاللعيبه دي بتطلع بعد كده بتدينا شويه اريحيه طبعا في قائمه الفرقه نفسها. كويس. بتخلي اللعيبه نفسها عندها خبره اكتر في الدوري المصري، بيحتكوا بشكل اكتر، بياخدوا دقائق لعب اكتر في الدوري. فطبعا بتدينا فرصه ان احنا نبص عليهم بنظره كويسه، وده باين دلوقتي لما ان احنا بنتكلم من اللعيبه اللي راجع لكاس سيد حفيظ، كان لسه بيتكلم عليهم من اسبوع. ان احنا ممكن نرجع الفتره دي ان شاء الله ناصر واكرم وصلاح محسن ومحمد شريف. فده يبين لك ان احنا بترجع 4 لعيبه يكونوا عندك لعيبه ياخدوا مكان في القايمه، يكون ليهم دور يخشوا جوه الفرقه. فدي حاجه طبعا في الاخر تبقى بالنسبه لنا اللعيب، حتى تلاقي خبرته في الدوري والكواليتي بتاعته فرقت في السنه دي. وده باين ان عندنا في مصر ماهر ما شاء الله، الله اكبر، طبعا موسم هايل مع سموحه. تمام. فالراجل موسيماني لما بص على المعارين شاف ان اللعيبه دي هو شايف ان هي مناسبه جدا لطريقته، وطلب ان هم يرجعوا بالاسم يعني. كويس. يعني موسيماني النهارده خلال الفتره اللي فاتت بيتابع محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق، وهو اللي طلب عودته مره اخرى يا كابتن امير. طلب اللعيبه، لا وفي برضه انت عندك النهارده كان عمار حمدي كنا عايزين يكون معانا، لكن قدرنا موقف عمار ان هو كان عايز يكون يلعب اساسي عشان الاولمبياد. مظبوط. وعندنا ممكن تكون دقايق لعب كانت مش كتير قوي، ففي الاخر قدرنا رغبته وراح اعار نادي الاتحاد. عندنا احمد ياسر ريان برضه لسه، الراجل كان بيبص في الاخبار ايه. لسه بنشوف احمد هيكمل معانا او هيطلع بره. احمد من المهاجمين المحترمين جدا. كويس. فهو النهارده لو في اوفر كويس ويكون مناسب ليه وللنادي بالنسبه لنا هيبقى ممكن نتكلم معاه. لو هو ما فيش حاجه مناسبه واحنا فنيا محتاجينه هيكون معانا السنه الجايه ان شاء الله. يعني لسه فرص احمد ياسر ريان قائمه، انه ما شاء الله خلال السنتين اللي فاتوا مع نادي الجونه بيأدي اداء رائع، وكمان مع المنتخب الاولمبي، فلسه ما زالت فرص احمد ياسر ريان قائمه انه ممكن يرجع مره ثانيه. دي حاجه، والحاجه الثانيه برضو يا كابتن اسامه، احنا دايما بنبص بعين الاعتبار دايما لعيبتنا، مش عايزين نبقى برضو مجحفين معاهم يعني. في لعيبه عندنا النهارده فنيا احنا شايفين ان هم النادي الاهلي محتاجهم. تمام. وفي نفس الوقت برضو دلوقتي لعيبه المنتخب الاولمبي بالذات بنتعامل معاهم بمنطلق ان هم عندهم اولمبياد كمان سنه، عايزين يشاركوا اكتر.
وطبعا المشاركه بالنسبه لهم حلم، اي لعيب فيهم هيلعب في المنتخب الاولمبي الفتره الجايه. وطبعا كانت فكره غريب بعد طبقا لكلام اللعيبه، عنده شرط ان اي حد يكون موجود لازم يكون اساسي في فرقته. مظبوط. فاحنا دي برده بنحطها في الاعتبار شويه عشان في الاخر برده اللعيبه تكون مستريحه ونفسيا حاسين ان يعرفوا يقدموا بشكل كويس. طيب عايز اسالك عن اثنين برده من يعني خارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كريم يحيى تم عرضه برضو للاتحاد السكندري، ومحمد عبد المنعم ما شاء الله برضو مع يعني اول موسم تم عرضه الموسم اللي فات لنادي سموحه برضو بأدى اداء رائع. كريم يحيى كان مع سموحه سنه ونص. ظهر بشكل محترم جدا. ده اللي خلى نادي الاتحاد، كان عنده عرضين نادي الاتحاد، واحد لما في الدوري برضو كان عايزين يكون موجود معاهم، هو اختار نادي الاتحاد وحب يكون موجود معاهم الفتره الجايه. كريم انا شايف ان من كريم من اللعيبه كويسين جدا، هو بيلعب بكرات وبيلعب مساك. من اللعيبه اللي ليهم مستقبل كويس جدا في النادي الاهلي ان شاء الله لما يرجع بعد كده بعد فتره سنه او سنتين من دلوقتي ان شاء الله. نفس الكلام برضو عبد المنعم، كان راح اعاره سنه ونص لسموحه. كان نص موسم خلص الاولاني. لسه دلوقتي احنا بنقيم هيكمل الموسم الثاني في سموحه ولا يرجع النادي الاهلي. دي حاجه تقييم فني للمدير الفني للجهاز الفني. فاول ما يبلغنا بالرؤيه النهائيه بتاعته ان شاء الله احنا نشتغل ان هو يطلع في سموحه او يرجع معانا الفرقه. يعني كل الملفات مفتوحه دلوقتي امام موسيماني ولجنه التخطيط، ان شاء الله بعد النهائي الافريقي كل الامور دي تحسم يا كابتن امير. الفتره القادمه ان شاء الله كل حاجه تبقى زينا بشكل كويس. طيب عايز اسالك عن صفقه يعني كابتن امير يعني خلصها خلال الفتره اللي فاتت، انضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر من اللعيبه الموهوبه فعلا، يعني طلع فتره نادي سبارتا براج وخد خبراته ورجع مره ثانيه. احمد عبد القادر من اللعيبه اللي انا يعني شايف لهم ما شاء الله مستقبل محترم في الكره المصريه. لعيب ما شاء الله عنده قوه، مهاره، سرعه، ذكاء في الملعب كبير جدا. السنتين اللي هو سافر فيهم في اوروبا فادوه بشكل كبير قوي. حتى لما تقعد تتكلم معاه تلاقي ان هو لا واحد لا عنده بيعرف يتكلم ازاي وبيعرف يحضر لمستقبله ازاي ويبني اسم كويس في الكره المصريه ازاي. فاحمد دلوقتي احنا كنا لسه بنتكلم معاه ان هو مع الفريق الاول دلوقتي. تمام. برضه احمد ممكن ان احنا ممكن في الاخر ان يبقى يكمل الفريق الاول مع المدير الفني. ممكن لو هو حابب ان هو ممكن يكون يطلع برضه اعاره لاحد الانديه، عنده هو عارتين دلوقتي الانديه دي تاخده اعاره الفتره الجايه. سنه ان هو ياخد برضه دقائق لعب كتير بعد كده يرجع لنا بعد كده ان شاء الله. فاحمد من اللعيبه اللي انا شايف لهم ان شاء الله ان هم هيفرقوا معانا جدا السنين الجايه مع النادي الاهلي. وانا ضم صوتي لصوتك، احمد عبد القادر موهبه لو خدت فرصه مع الفريق الاول ان شاء الله يقدر يثبت نفسه. الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات وتسويب النادي الاهلي شكرا جزيلا لك. كده يعني الكابتن امير توفيق وضح كل الامور بالنسبه للاعبين المعارين، وزي ما قال ان الاعارات حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي، حاجه مهمه فنيا وكمان تسويقيا. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات للموسم الجديد مع فريق 2003، مباراه وديه امام فريق النصر بملاعب الناشئين بمدينه نصر، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. نروح نشوف اهداف اللقاء. عايز ارجع مع حضراتكم مع الهدف الاول. الهدف الاول مباراه الاهلي والنصر 2003، هدف حلو جدا من اللاعب ميدو نبيل. وميدو نبيل افتكروا الاسم ده معانا، لاعب موهوب داخل فريق 2003. هنروح نشوف مع بعض الهدف تاني، يا ريت مخرجنا محمد دكرور يعرض لنا الهدف. هدف حلو جدا. اول حاجه ميدو نبيل يعني لاعب بيلعب برجليه اليمين، لكن هنا فتح مساحه
التسديد على رجليه الشمال، سدد كانه بيلعب بالظبط برجليه اليمين، حطها بمهاره عاليه جدا، مهاره التسديد، وفي زاويه صعبه جدا على حارس المرمى. شفنا ميدو نبيل تاني، الهدف تاني يا ريت نعيده مره تانيه. هدف من الاهداف الحلوه. استلم الكره في نص الملعب ورايح عايز يفتح لنفسه زاويه عشان يسدد فيها، روغ اللعيب وبعد كده راح سددها بقوه على يمين حارس مرمى النصر. من الاهداف الحلوه جدا، وزي ما بقول لحضراتكم افتكروا معانا اسم ميدو نبيل داخل فريق 2003، وايضا مع فريق 2008. فريق 2008 ما شاء الله البراعم بقى، مدرسه الكوره القاعده عندنا المليانه او مليئه بالمواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكان في مباراه وديه في ملعب الاكاديميه. ملعب الاكاديميه ما شاء الله بعد افتتاحه حاجه رائعه. مع 2008 نروح نشوف المباراه الوديه اللي انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي 5-1 على طلائع الجيش. نروح نشوف اهداف اللقاء. أهداف حلوة بتنوم فعلا إن احنا عندنا مواهب في فريق 2008، وحابب أقول لحضراتكم برضو أسماء اللاعبين في 2008. عندنا حمزة الدجوي من المدافعين الأقوياء جدا، عندنا بلال عطية، وعندنا عمر ميسي. عمر ميسي اللي كان لابس جزمة صفراء اللي أحرز هدفين، برضو افتكروا معانا الأسماء دي، عمر ميسي. عندنا زياد أيوب ويوسف هشهش ويوسف حلمي. عندنا الأهداف مرة تانية، عندنا اللاعب اللي استلم في نص الملعب هنا ده بلال عطية، وافتكروا الاسم ده لاعب موهوب جدا، ده اللاعب زياد أيوب اللي سدد برجليه الشمال. عايزين نشوف الهدف بتاع عمر ميسي، لاعب لابس جزمة صفرة ده اسمه عمر ميسي، وافتكروا معانا الاسم ده، لاعب ما شاء الله عنده موهبة كبيرة جدا في 2008. عمر ميسي، عشان تفتكروا الاسم ده معانا بعد كام سنة، تفتكروا الاسم ده عشان نقول هنا في برنامج الأشبال احنا اول ناس اتكلمنا عن المواهب دي. عمر ميسي حتى دي ده الهدف الثالث اللي احرزه، هو احرز هدفين، خد الكره رسع نفسه بسن الجزمه حطها في الزاويه البعيده. ده عمر ميسي، اهداف فعلا بتنم ان احنا عندنا مواهب في فريق 2008. ايضا كان كاميرا الاشبال موجوده، وعندنا لقاءات مع بعض اللاعبين بعد لقاء الاهلي وطلائع الجيش اللي انتهى فوز النادي الاهلي بخماسيه. نروح نشوف اللقاءات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا اتعلمت في النادي الاهلي اللي احنا نكون قلبنا على قلب بعض ونلعب لاخر دقيقه وعلى طول على المكسب، ما عندناش خساره خالص. انا مثل الاهلي الكابتن محمود الخطيب ونفسي ابقى زيه. عمرو عزف عبد الحميد، شريف ميسي، لاعب في النادي الاهلي 2008 هو في مي. انا اتعلمت في النادي الاهلي الروح ونلعب لاخر دقيقه ونركز في الملعب وان شاء الله نكسب. انا مثل الاهلي في مصر حسين الشحات. ميسي الكابتن اسامه زكي بيقول لي دايما في الملعب باللي انا اهدى في الملعب وما اتشربهاش والعب برجوله. انا مثل الاهلي في مصر الكابتن احمد فتحي، بره مصر ارنولد. بقالي سنه في النادي الاهلي، جيت السنه اللي فاتت عن طريق الاختبارات، تعلمت الروح والقلب، واحنا دايما على طول لازم نبقى الاول، لان النادي الاهلي على طول مهتم بينا واحنا لازم نكون عندنا مسؤوليه في كل حاجه. انا بلعب باك شمال، بقالي 4 سنين في النادي الاهلي، محافظه المنوفيه. جيت النادي الاهلي عن طريق الاختبارات، عن طريق كابتن تامر حفني اختارني، تعلمت ان العب راجل في الملعب بقلب وروح وانفذ الكلام اللي هو هيقول للكابتن والعب لاخر دقيقه. كابتن اسامه زكي قال لي ان انا لازم العب بروح ولازم اضحي ومركز، لازم نلعب لاخر دقيقه ونضحي على طول. نفسي ابقى زي محمد صلاح
والعب في انديه كبيره ان شاء الله. تعلمت مهارات وسرعات وتعلمت منه كتير، وتعلمت المبادئ والقيم والاحترام والروح الفانيلا الحمراء. انا تعلمت الروح والعزيمه والروح الفانيلا الحمراء. كابتن اسامه بيقول لي العب بقوه وروح. انا بحب علي معلول. انا تعلمت في النادي الاهلي المبادئ والعب بروح الفانيلا والعزيمه. كابتن اسامه زكي بيقول لي ان احنا النادي الاهلي، احنا ما ينفعش نخسر، لازم العب بروح. بحب حسام غالي ونفسي ابقى زيه. بقى لي 3 سنين في النادي الاهلي، تعلمت الاحترام والروح والعب لاخر دقيقه بروح الفانيلا الحمراء. نفسي ابقى زي حسين شحات. بقى لي 5 سنين في النادي الاهلي، وتعلمت من النادي الاهلي الروح والاصرار والعزيمه وروح الفانيلا الحمراء. نفسي ابقى زي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. بقى لي 5 سنين وتعلمت الروح والاصرار ان العب باخر دقيقه وروح الفانيلا الحمراء. بحب إلي ديانج ونفسي ابقى زيه. نروح من قطاع الناشئين النادي الاهلي الى اكاديميات النادي الاهلي. ما شاء الله اكاديميات النادي الاهلي دلوقتي بقى عندنا مساحه كبيره من الاكاديميات، ما يقرب من 17 او 18 اكاديميه. قاعده كبيره جدا بتوسع قاعده الجماهيريه للنادي الاهلي في كل المحافظات، وايضا قاعده استثماريه، وايضا كمان لاكتشاف المواهب في المحافظات لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كان في لقاء ودي وكان في مهرجان ودي بين اكاديميه النادي الاهلي بالشرقيه في ابو كبير واكاديميه النادي الاهلي في مدينه نصر. كانت كاميرا الاشبال موجوده هناك. نروح نشوف التقرير ده مع الكابتن شطة مدير أكاديميات النادي الأهلي وعدد من المدربين، ونروح بعدها الفاصل. بعد الفاصل أستقبل ضيفي كابتن عربي بدر. النادي الأهلي من خلال هذه الأكاديميات بيخدم الحقيقة جزء مجتمعي كبير جدا، واحنا برضو كقطاع ناشئين في النادي الاهلي هنستفيد منها. وانا بقولها لك وكل قطاعات الناشئين في مصر هتستفيد من هذه الاكاديميه. ليه؟ لان فيها لعيبه متميزه جدا. النادي الاهلي لن يستوعب كل اللعيبه دي، وبالتالي اللعيبه اللي هي بتبقى عندها خبرات وعندها اسس متاسسه صح هتلاقي مجال في كل قطاعات الناشئين الاخرى في انديه اخرى. النادي الاهلي بفضل الله اعمل اكاديميات في جميع انحاء الجمهوريه، ودي حاجه جيده طبعا ان يحصل فيه لقاءات ويحصل فيه تواصل بين الاكاديميات والفروع المختلفه، وده طبعا جهد مشكور من الاداره وكابتن شطه والقائمين على الامر، ودي حاجه طبعا جيده بالنسبه لنا وبالنسبه للولاد ان يبقى في احتكاكات، وطبعا يحاولوا ينفذوا بعض التمارين وبعض الحاجات التاكتكس البسيط اللي من خلالها الولاد ايه يقدروا يعبروا عنها في الملاعب وحاجات، فدي حاجه جيده طبعا بالنسبه لنا طبعا وحاجه مفيده يعني. فرع مدينة نصر من أهم الفرع عندنا طبعاً. النادي الأهلي طبعاً لازم يكون شكله كويس، شكله قوي، لازم الناحية التنظيمية يكون عنده ريادة في كل حاجة طبعاً. بنهتم بالتنظيم ونهتم بالملعب ونهتم بالولاد وأولياء الأمور، نهتم بكل التفاصيل سواء صغيرة أو كبيرة هنا في الملعب، لأن دي حاجة بتبقى شكل النادي الأهلي كله. فرع الشرقية الحمد لله دي تاني موسم ليه. الموسم اللي فات كان ماشي تمام الحمد لله، السنة دي ماشي بانتظام. السنة اللي فاتت كان عندنا لعيبة مميزة جدا، في 7 لاعبين اختاروهم بيمثلوا الأهلي في منطقة القاهرة. السنة دي الحمد لله إن شاء الله الكابتن شطة وعدنا إن احنا هيقوم بشكل لجنة من كبار المدربين، كابتن محمود صالح، كابتن حمادة مرزوق، الكابتن أحمد عبد الباقي، هيتم اختيار اللعيبة المميزة في الفرع إن شاء الله الفترة اللي جاية، ويتم عرضهم على قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو والخبير الأجنبي. معنا كل المدربين الموجودين في مدينة نصر والشيخ زايد، حقيقة تعدوا 45 مدرب. ألقى عليهم محاضرة لمدة ساعتين كاملتين فيها أحدث طرق تدريب القطاعات الناشئين والمراحل السنية المختلفة والبراعم كذلك، وبعدين عمل لهم عمل هنا في الملعب الحقيقة، وكانت حقيقة ورشة عمل ناجحة جدا، بدليل أن كل المدربين يعني تواجدوا منذ الصباح الباكر منذ الساعة 7 صباحا. بتبقى دايما جمعه وسبت في مهرجانات هنا، بيبقى الشكل حلو انت شايفه ده كله، سواء في المراحل الصغيره خالص السنيه او المراحل الكبيره لحد سن 2007 وحد في سن 2006 و2005 كمان، تبقى منافسات كويسه، الناس تعرف بعض، الاولاد بتوعنا اللي في الفروع كلها تعرف بعض، المدربين برضو اللي في الفروع الثانيه، ما بنشوفهاش غير كل فترات سواء في اجتماعات او في محاضرات او في اللقاءات دي، بيبقى حاجه فيها تقارب كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بتبقى حاجه كويسه جدا يعني. النهارده يوم جميل، وده اساسا بيتعمل كل فتره، يعني ممكن كل اسبوع كل اسبوعين يجي لنا فرع من الفروع بتاع الاكاديميه بتاعتنا سواء شرقيه او
اي فرع يعني بيجي لنا يلعبنا، وبيبقى كرنفال يعني عباره عن كرنفال، الاولاد كلها بتنبسط. السنين اللي فاتت والسنه دي بنحاول نبلور حاجه معينه، عندنا هدف ان احنا نساعد ولادنا في القطاع، وبالتالي نوفر على خزينه النادي مبالغ، ده في المستقبل يعني. ففي لجنه فنيه هي المفروض ان من شانها ان هي هتنتقي المواهب اللي عندنا، فكل مدرب على حده بيحاول يطلع اميز الاولاد اللي عنده، واللجنه الفنيه بتبص عليها وبتبتدي تقيم. هناك وجوه في ملاعبنا لا تحتاج إلى وقت طويل لتحجز لها مكانا وسط الكبار، مواهب لا تستند إلا على الإخلاص والجهد والعرق والطموح. عربي بدر لاعب وسط الأهلي الصاعد، من فصيلة لا تخطئها العيون والأبصار وتحبها القلوب وتتعلق بها. عربي بدر ناشئ الأهلي من مواليد 2001، الذي ولد في محافظة الجيزة وعرف الطريق مبكراً للقلعة الحمراء. تدرج بين ناشئيه وكان نجماً لامعاً يخطف الأنظار مبكراً، فتدرج سابقاً لأقرانه يلعب مع فئات سنية وعمرية أعلى. سلك نفس دروب النجوم الكبار قبل أن يكمل 17 ربيعاً. عربي بدر الذي كان برنامج الأشبال أول من تحدث عنه، من هنا نحن أول من وضعه تحت المنظار وقدمناه للجهاز الفني للفريق الأول في نجم المستقبل. بات فرس الرهان وعنصرا صاعدا في صفوف المارد الأحمر. عربي بدر اكتشفناه هنا ودعمناه، وها هو اليوم معنا في الأشبال يتحدث عن الذكريات والأحلام. ضيفنا النهاردة بنعتبره ابن برنامج الأشبال، أول ما اتكلمنا عليه أو ظهر أو بدأنا نسلط عليه ضوء كان هنا في برنامج الأشبال، والحمد لله ما خذلناش. كل المباريات اللي لعبها مع الفريق الأول كان بيسيب بصمة فيها لو الوقت قليل أو من بداية المباراة. لسه المشوار قدامه طويل، يعني بننصحه وبنقول له هي دي الخطوات الأولى، لكن لسه المشوار طويل مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ونتمنى له كل التوفيق. برحب بضيف النهارده اللي مشرفني منورني في برنامج الأشبال، الكابتن عربي بدر. عربي بدر منورنا كابتن عربي. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا بشكر حضرتك، كان اول لقاء ليا كنت مع حضرتك، وطبعا بشكرك جدا على اللقاء الجميل اللي فات، وان شاء الله يكون لقاء النهارده كويس. كنت بتابع برنامج الأشبال وانت في البدايات في الاول وكنا بنتكلم عنك؟ اه كابتن طبعا، كل حاجه حضرتك بشوفها وبتفرج عليها وتبسطني جدا والله، بكون مبسوط جدا وانا بتفرج عليها. عايزين نتكلم معاك بقى من الاخر او من دلوقتي يعني، وانت في الفريق الاول، اول مباراه لعبها عربي بدر مع الفريق كانت مباراه ايه؟ كانت مباراه المصري. المصري السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه دي. دي كانت اول مباراه. دي كانت اول مباراه، كان مع كوتش فايلر. مع فايلر. السنه اللي فاتت انت دخلت في مباريات بس ما لعبتش، كنت موجود على دكه البدلاء السنه اللي فاتت. كان برضو دخلت الماتش للمصري برضو، كان السنه اللي فاتت مع مستر لازارتي. متعاقد انت مع فرقه المصري؟ هو المصري ماتش فرقه المصري والشاحل عليا. اتحسب لك الدوري السنه اللي فاتت والدوري السنه دي؟ والله يا كابتن انا دلوقتي الحمد لله مع الفريق الاول واخد 2 دوري، وطبعا مبسوط جدا. وان شاء الله يكون عندي تاريخ كبير ويكون عندي ارقام كبيره في بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. عربي وانت لسه بتبتدي المشوار يعني، حتى مع زمايلك الصغيرين مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، احساسك ايه؟ وما شاء الله يعني بتحقق بطوله دوري وانت لسه، انت دلوقتي كام سنه؟ 19 سنه؟ دلوقتي لسه 19، لسه تمام 19 سنه من ايام قليله. 19 سنه 2 دوري ما شاء الله. السنه اللي فاتت دوري بالرغم انك ما شاركتش، كنت موجود وموجود في الـ يعني على دكه البدلاء، لكن اتحسب دوري. الدوري السنه دي بتشارك في مباريات، بتنزل شوط ثاني وفي مباريات كمان ابتديت فيها، احساسك وشعورك ايه؟ لا طبعا يا كابتن شعور ما يتوصفش يعني. اول ماتش ليا انا كنت مبسوط جدا، حتى الناس بتناديني تعالى عشان انت كنت بسخن ورا الجول مع كابتن سامي قمصان، قالوا لي تعالى انت تنزل، فكنت مبسوط جدا يعني. فلما شاركت يعني انا كده كده الحمد لله كنا في الفتره دي بتمرن كويس مع الفرقه وبتمرن كويس
وشهادة حالي وكده، فلما جيت شاركت وكده ما كانش فيه اي مشكلة واديت الحمد لله بشكل كويس. طيب عايز ارجع برضو شوية للاشبال، مين يعني عارف بقى الاول راح النادي الاهلي ازاي؟ ده كابتن حضرتك رحت النادي الاهلي من 2011 كان كابتن ياسر محمدين وكان كابتن احمد جمال ماسك فرقه 2000 ورحت اختبرت معاهم مع كابتن مجدي كراره كان الاداري ورحت اختبرت معاهم ومن ساعتها بقيت متواجد في الاهلي. المدربين اللي مرنوك بقى من 2011 مين اللي عدوا على عربي بدر؟ والله كابتن حضرتك كان اول سنه كان كابتن ياسر محمدين كان ماسك 2000 فانا جيت اتمرنت معاهم على طول وكابتن احمد جمال كان مساعد لي. تاني سنه عملوا دوري اللي هو 11 ل 2001 فنزلت اتمرنت معاهم، نزل معانا كان كابتن ياسر محمدين برضو مسكنا في السنه دي، بعد كده كان كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي وطبعا بشكره جدا وبشكره جدا كان هو كان في فتره تعبان فيها وربنا يقومه بالسلامه وربنا يطمنه عليه ربنا يبقى كويس دايما يعني. وكابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول طبعا بشكرهم جدا. قعدت مع كابتن شرف فتره برضو، قعدنا 4 سنين فكانوا 4 سنين يعني اجمل 4 سنين في حياتي. فطبعا بشكره جدا كابتن شرف وكابتن اسحاق اول، وكان اخر فتره كان كابتن عادل عبد الرحمن وطبعا بشكره جدا ساعدني كتير السنه اللي فاتت ويعني من الناس اللي هم اثروا في حياتي جدا يعني طبعا بشكره جدا. كابتن عادل كان بيصعدك وانت فريق 2001 كان بيصعدك معاه في 97 طبعا موجود معاه بشكل اساسي مع كابتن عمرو انور برضه. ما هو مع كابتن عادل عبد الرحمن كان هو في الفتره دي ماسك 97 فانا لعبت معاه الفتره اللي هو مسك فيها كلها لعبت كل الماتشات كويس. وكان الفتره دي كان بيطلعنا درجه اولى دايما مع مستر كارترون وكنت بنزل وبطلع اتمرن وبنزل العب ماتشات مع كابتن عادل الفتره دي كانت كويسه يعني. طيب تعال نفكرك بقى باول كلام احنا قلناه عليك هنا في برنامج الاشبال، نرجع نفتكر معانا الفيديو يا دكتور. طيب تعال نشوف بدر استوقفني هذا اللاعب خلال الموسم اللي فات من سلوكياته من التزامه مع فريق 2001 لما كان بيأدي بمنتهى القوه مع فريقه وكمان لما بيتم تصعيده لفريق 97 مع شباب النادي الاهلي. عربي بدر من اللعيبه المبشره اللي انا دايما بتنبأ لهم ان شاء الله هيكون لي مستقبل كبير مع النادي الاهلي. مستر مارتن نصارتي أشاد برضو بعربي بدر في معسكر أسبانيا. تعليقك عربي وإحنا هنا كنا بنتكلم عنك هنا في برنامج الأشبال وكان الكلام ده من سنتين. والله يا كابتن حضرتك طبعا الكلام ده كله بيديني الدفع دايما وده دايما ببقى مركز إن أنا أبقى دايما يعني أمشي بشكل كويس وعشان أبقى في الصورة دايما. وطبعا حضرتك عارف إن في قطاع الناشئين في لعيبة كتيرة كويسة جدا. ودلوقتي الفتره بقت في تطور بعد القناه وبعد ماتشات بقت بتتذاع لايف وماتشات بقت بتتصور وبتتذاع بعدين فده كله يعني بيبقى في صالحنا احنا والناس دلوقتي بقت تعرف الناس الصغيره وبقت الموضوع بقى مختلف عن الاول. ودلوقتي طبعا الدنيا ماشيه كويس مع قطاع الناشئين وما شاء الله في 20 لعيب او 19 لعيب بيتمرنوا في الدرجه الاولى اليومين اللي فاتوا فده كله ده كويس جدا لقطاع الناشئين يعني. سمعت احنا قلنا عليك ايه صح؟ طب تعالى نسمعك بقى انت قلت لنا ايه في برنامج الاشبال من سنتين فاتوا. مواليد 2001 ديفندر ومنتخب مصر الشباب. يضغط مره ثانيه النادي الاهلي. عربي وركله جزاء للنادي الاهلي. عربي بدري هو انا بدات كوره كان عندي 5 سنين كنت بلعب يعني في المنطقه عندنا وكده. فجيت والدي ووالدتي كلموني وكده ورحت اتمرنت في مركز شباب كفر حكيم عندنا. لعبت موسم واحد معاهم كانت أكاديمية، بعد كده رحت مع كابتن سيد البراجيلي في البراجيل. دي فقرة نجمة على الطريق اللي احنا دايما مخصصينها هنا يعني للاعبين داخل قطاع الناشئين اللي احنا بنتوقع في يوم من الأيام يكونوا موجودين مع الفريق الأول. الكلام ده من سنتين. الكلام ده فعلا من سنتين يا كابتن حضرتك يعني جم صوروا معانا في مدينه نصر وكده وكنت مبسوط جدا وانا بصور اللقاء ده. كويس. عايز اروح بقى لمنتخب مصر الشباب، انت دلوقتي ما شاء الله موجود مع منتخب مصر الشباب مع كابتن ربيع ياسين، لكن قبل كده وانت اصغر من مواليد 99 برضو انضميت لمنتخب مصر الشباب كان مواليد 99.
تمام يا كابتن. هو كان مع كابتن حماده صدقي. اه كان حضرتك برضو موجود. اه هو في الفتره دي كابتن حضرتك كنت انا موجود في فرقه 2001 وكنت بتصعد العب معاه مع 99 ماتشات. فحضرتك انتوا كنتوا بتيجوا تتفرجوا على ماتشاتنا وكده اللي هي 99، فانا كنت عامل ماتشات كويسه وحضرتك كلمت كابتن حماده وكان ليك يعني فضل عليا بعد ربنا، وربنا كرمني رحت كذا معسكر. بس قبلها كنت انا موجود في منتخب ال2000 مع كابتن ياسر محمدين وكابتن عمرو انور. ولعبت كل الماتشات، لعبت الودي والرسم الحمد لله رب العالمين. عرب انت لعبت دلوقتي موسيماني في مباريات مع الفريق الاول بيلعبك باك رايت، وانت اصلا مركزك الاصلي بتلعب خط وسط مدافع. ما شاء الله لما اديت ما حسيتش انك انت غريب عن المكان ده. هل المدربين في قطاع الناشئين كانوا بيوظفوك برضو في المكان ده وتعلمت في الحته دي؟ والله يا كابتن حضرتك الفتره اللي انا لعبت فيها مع مستر موسيماني الفتره دي يعني هو كان بيحطني باك رايت، كان كابتن هو كان لسه ما عرفش كل اللعيبه، ما كانش عارف كل الناس. فاللي وصل له صوره كويسه كان موجود مع الفرقه كابتن سامو امصان، هو وصل له صوره كويسه عن اللعيبه اللي موجوده وقال له عربي. كابتن مين؟ كابتن سامو امصان. كابتن سامي. طبعا طبعا بشكره جدا واتكلم عليا كلام كويس وقدر بكلامه ان انا ابقى موجود وشاركت ماتش انبي. وقدرت اقدم ماتش كويس، وبعد الماتش حضنني وبسني وقال لي رفعت راسي والحمد لله قدرت اعمل ماتش كويس يعني. وبعد كده لعبت ماتش طلائع الجيش، لعبت باك رايت برضو. دي اللقطه الهدف كان في مباراه طلائع الجيش صح؟ كابتن مباراه طلائع الجيش الكره انت بعد ما جبنا جول على طول ربنا كرمني وقدرت اطلع جول على طول. انت لعبت المباراه دي كامله؟ لعبت 90 دقيقه وطلعت اخر الثلاثه في الدقيقه 90. دي من ابرز اللقطات في المباراه دي، وما شاء الله كمان اديت ارقامك كمان حتى في المباراه دي ارقام في واحده ثانيه برضه يا كابتن. تلاقش كل اللقطات كل حاجه عندنا هي دي. طبعا التغطيه كمان انت بتلعب باك رايت وموجود في المكان ده. والله يا كابتن حضرتك كابتن احمد فتحي وكابتن محمد هاني دايما بيكلموني يعني قبل ما العب وكده كانوا بيتكلموا معايا كتير كتير يعني قبل الماتش يعني كل واحد يتكلم معايا لازم تقف ولازم تتحرك ولازم تقف صح واهم حاجه ما يجيش من ناحيتك حاجه وامنع الكروس وحاجات كويسه يعني اتكلموا معايا كتير يعني فبشكرهم جدا يعني. طبعا وده دور اللعيبه الكبار في الفريق الاول. مين تاني من اللعيبه الكبار في الفريق الاول بالنادي الاهلي لما انت بدات يعني تطلع وبدات تتمرن يعني كان بياخد بايدك بينصحك بيوجه لك نصايح في الفريق؟ والله يا كابتن كل الناس يعني مش عايز انسى حد، كل الناس يعني بيقفوا مع الناس الصغيره وبيقفوا معانا، كابتن عمرو السليه، كابتن وليد سليمان، كل الناس والله، محمود كهربا، كابتن محمود كهربا، كل الناس بيساعدونا وبيقفوا جنبنا ولو في اي حد محتاج حاجه بيتكلموا معانا، في حد محتاج حاجه ما بيتاخروش علينا، كابتن سعد سمير، كل الناس بيتكلموا معانا والله. وده دايما يعني اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي الروح الواحده، دايما اللعيب الكبير لما بيطلع لعيب صغير بيحتضنه وبقدم له النصيحه، وده يعني تسلسل لجال زي ما بيقولوا في النادي الاهلي. عايز اسالك ابرز النصايح او ابرز التعليمات دايما اللي بيقولها لك موسيماني، هسمع ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قلنا لحضراتكم شاركونا على صفحه القناه وقولوا لنا وابعتوا لنا رايكم في عربي بدر وهنقول كل اراء حضراتكم. ما شاء الله في تفاعل كبير جدا، يعني عايزين نقول يعني لحضراتكم بعض من اراء الناس في ضيفنا النهارده عربي بدر، يا ريت تعرضوا لنا كمان يعني راي الناس واحنا بنقول ارائهم. محمد الحضري بيقول عربي بدر موهبه ان شاء الله هيستفيد الاهلي هيستفيد بيها ان شاء الله. ورفعت عنتر بيقول ممتاز ان شاء الله، بس لو مش هيلعبوا يطلعوا اعاره. لا ان شاء الله عربي بدري يشارك ويشارك الموسم الجاي يعني بصفه مستمره ويكون دور كبير ان شاء الله. بهيره ابراهيم بيقول لاعب كويس جدا ولو مستقبل. مصطفى رضا ما شاء الله لاعب ممتاز وعنده شخصيه وان شاء الله يبقى ليه فرصه يلعب في الاهلي. عماد حماد لاعب موهوب خامه جيده بتثبت نفسه واقنع الجميع بموهبته. محمود ابراهيم بيقول لاعب ممتاز وان شاء الله يكون جوكر النادي الاهلي، هو فعلا هتكلم معاه دلوقتي في حته انه بيلعب باك رايت وكمان خط وسط مدافع مركزين. سعد محمد بيقول خامه مبشره جدا وشاف ان شاء الله هيفيدنا في المستقبل. ما شاء الله في تفاعل كبير جدا، وهقول اراء حضراتكم يعني في الحلقه كلها ان في اراء جيده جدا. عربي ما شاء الله اتمرنت مع كارتيرون مع لاسارتي مع فايلر مع موسيماني. عايز يعني موسيماني ابرز النصايح اللي بيقولها العربي ايه؟ والله يا كابتن حضرتك مستر موسيماني دايما بيتكلم معايا ان هو انت
انت لعب كويس، انت لازم تهتم بالحته الدفاعيه، لازم تهتم بمكانك، لازم تركز. لازم بيكلمنا حاجات تكتيك في الملعب كتير قوي، وبيتكلم معايا كويس جدا. طبعا بشكره جدا على الثقه اللي هو اداها لي، وبشكر الجهاز الفني وقدروا يعني ان هم يعني ادوني الثقه في اسرع وقت. هو جه مسك 4 ماتشات دوري، لعبت 3 ماتشات، 2 اساسي و1 احتياطي، فدي نسبه كويسه جدا. اتفاجئت وانت بتلعب في مباراه ام بي باك رايت؟ والله كابتن احنا في النادي الاهلي عمرنا ما احنا متعود. ده فرصه وانا عايز العب وعايز اكون موجود. حضرتك اكيد عارف، انت حضرتك لعيب كوره، عارف اللعيب الصغير لما الوقت يجي اللي هو يلعب خلاص، فهو لازم لازم يبقى مركز جدا، لازم يبقى مهتم، لازم عايز يحط رجله في النادي الاهلي، ده حاجه كويسه. فانا يعني الحمد لله قدرت ان انا ابقى كويس، وقدرت ان انا انفذ تعليمات الكوتش يعني، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت العب. يعني حضرتك انت عارف يا كابتن اسامه في النادي الاهلي مفيش حاجه صعبه عليك، مفيش حاجه، مفيش رهبه. انت دايما متعود على كل ده وانت صغير وانت في الناشئين. اللعيبه اللي حواليك كمان الخبرات بتساعدك كمان في الملعب. اكيد اكيد يا كابتن، واحنا في الناشئين متعودين ان انت في اي وقت ممكن تطلب تلعب درجه اولى. يعني انا في ماتش المصري مع اللي انا نزلته مع فايلر انا كنت في البيت، كنت في منتخب، راجع من منتخب وكنت واخد اجازه، فكلموني رحت الماتش على طول. وربنا كرمني وقدرت اشارك. ايه اللي بيميز موسيماني خاصه ان موسيماني كمان ما شاء الله من وقت قدوم موسيماني عدد كبير من اللعيبه في قطاع الناشئين بيتم تصعيدهم وبيتمرنوا ما شاء الله. في لعيبه خدت فرص، محمد فخري ومحمد شكري، شفنا مصطفى شوبير، كان مصطفى شوبير كان مع فايلر، شكري ومحمد فخري، يعني شفنا عدد كبير، وعربي بدر عدد كبير وشاهد رضوان. ايه اللي يميز موسيماني؟ والله كابتن حضرتك هو اللي يميزه دماغه في الملعب كويسه جدا، بره الملعب يعني زي ما بيقولوا باللغه بالظبط، بيصاحب اللعيبه، بيخش في اجواء اللعيبه كلها. انت بيتكلم معاك، بيهزر معاك، بيحاول اللي هو ايه يبقى قريب منك جدا عشان تقدر تتمرن كويس، تلعب في الماتش كويس، بيشيل الضغوط من عليك، حاجات كتيره بقى يعني بره الملعب حاجات كتيره مهمه، وحاجات في الملعب اهم يعني. كويس. عربي انت طبعا مش مقيد افريقيا صح؟ لا يا كابتن مش مقيد، وان شاء الله السنه الجايه ابقى مقيد. السنه الجايه ان شاء الله يكون مقيد وليك دور كبير ان شاء الله، إن شاء الله كابتن. وتبدا تكتسب الخبرات الافريقيه وانت موجود كمان وسط الفريق الاول وفي اوضه اللبس. اللعيبه كلامها عن البطوله دي خاصه ان بطوله مهمه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الحوارات اللي ما بتدور بين اللعيبه. والله يا كابتن بالنسبه لافريقيا حضرتك، انا اول ما خلصنا ماتش طلائع الجيش فكابتن ربيع استدعانا في المنتخب، فروحت المنتخب على طول، فبعديها خدنا اسبوع اجازه فما كنتش موجود في النادي، لسه راجع النادي من 3 ايام. ودايما الكلام اللي هم مركزين، دايما الكلام اللي هم حلمنا البطوله ولازم ناخد البطوله، وده تعب سنين كتير وبقالنا كتير ما خدناش البطوله فلازم ناخدها. ولازم نموت نفسنا في الملعب، وحضرتك عارف الروح والاصرار عند اللعيبه. انت مش هقول لحضرتك يعني في الملعب في التمرين لازم ده يبان في التمرين قبل الماتش، فده التمرين ده يعني ده اللي بيدي بيسندك في الماتش، فبيتمرنوا كويس عشان خاطر ان شاء الله نقدر. يعني ده الهدف الاكبر لعيبه النادي بالظبط، هدفنا الوحيد ان شاء الله ناخد افريقيا باذن الله. طيب عايز اروح بقى لمنتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وانت يعني احد العناصر الاساسيه. انتوا عندكم، بنشكر بالمناسبه كابتن ربيع ياسين انه سمح لعربي بدر يكون موجود معانا، وانتوا في معسكر وعندكم مباراه وديه بكره مع بتروجيت صح؟ كان حضرتك النهارده كان عندنا تمرين مع كابتن ربيع اللي هو استعدادا للماتش بكره، عندنا لعب بتروجيت في بتروسبورت الفريق الاول، فحضرتك استاذنته وقلت له كابتن باذنك ان شاء الله قناه الاهلي عايزاني وكده، قال لي اتفضل روح مفيش مشكله. وبس يا كابتن هو ده دايما عهدنا بالكابتن ربيع ياسين علاقه. طبعا بشكره جدا، بشكره جدا طبعا، بشكره جدا. حتى في ماتش طلع الجيش كنت انا موجود في المنتخب، وكابتن صادق حافظ كلم كابتن ربيع يتواصل معايا وقال له طبعا تحت امر النادي كابتن سيد وما عندوش اي مشكله، ورحت النادي ولعبت الماتش الحمد لله واديت كويس. وعلشان كده احنا بنقول دايما علاقه الكابتن ربيع بكل الانديه علاقه محترمه، ويعني الموقف اللي حصل من الشباب وادي دجله وكابتن ربيع ياسين خد القرار زي ما احنا شايفين بيسمح لكل الانديه، لكن الفتره دي فتره مهمه جدا لمنتخب مصر، ودايما منتخب مصر ليه الاولويه. عايز اكلمك برضو طيب احنا شايفين دي الاحتفاليه بعد بطوله الدوري وبعد مباراه طلائع الجيش، وانت كنت موجود يا عربي في المباراه دي؟ كنت موجود الحمد لله. يا رب ان شاء الله تكمل الفرحه يوم 27 كمان باذن الله، ان شاء الله ناخد افريقيا يا كابتن ان شاء الله. احكي لنا بقى مين
يعني من اللعيبه اللي كان مسخن الاجواء وقتها في اوضه اللبس بالاحتفال. والله يا كابتن كل اللعيبه كانوا فرحانين جدا، وبطوله مهمه في النادي الاهلي اخذناها، وان شاء الله البطوله الاهم افريقيا. وباذن الله نقدر ناخد افريقيا. لا ده كروري يا كابتن حضرتك هوصيه يعني. كان مولع الدنيا الصراحه. انت بتقعد مع مين في الاوضه في المعسكرات؟ هو قبل ما يكون في كورونا وكده كنت بقعد انا ومصطفى شوبير دايما. مصطفى اخويا كابتن، بحبه جدا. شخصيه جميله يعني، بحبه جدا يعني. وخلي بالك برضو مصطفى يعني دلوقتي كل اللي احنا اتكلمنا عنهم هنا برضو. لا كابتن ده جول يا كابتن، جول ما شاء الله ربنا يحميه يعني، جول جامد جدا يعني. جول لقطات في معسكر اسبانيا صح؟ دي كانت في معسكر اسبانيا، ده كانت في معسكر اسبانيا في بدايه اول معسكر ليكم مع لاسارتي وقتها مع مستر لاسارتي. زي ما بقول لحضرتك مصطفى شوبير جول كويس جدا وخامه طيبه جدا، وان شاء الله يبقى موجود باذن الله بصفه اساسيه ان شاء الله في الفترات الجايه ان شاء الله. وموجود دلوقتي مع منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، منتخب الاولمبي هيلعبوا البرازيل وكوريا على ما اظن. اتمنى لهم طبعا التوفيق، وده استعداد قوي مع منتخب البرازيل وكوريا الجنوبيه. عايز اروح برضو منتخب الشباب، عندكم المباريات القادمه غير بتروجيت بكره مين عشان تخلص البطوله قربت في شهر ديسمبر، في نص ديسمبر؟ البطولة كان المفروض 9-11 الشهر ده، فهي تأجلت علشان حضرتك عارف تونس فيها كورونا وفي حالات مصابة كتيرة جدا. فأجلوا البطولة وبقت في شهر 12 يعني. فاحنا منتخب مستعدين بشكل كويس جدا والإعداد كويس، وطبعا كابتن ربيع تعبان معانا وتمرين صبح وبعد الظهر يعني في فترة الإعداد دي كلها. اتمرنا أكتر من 10 تمرينات او 12 تمرينه صبح وبعد الظهر، وتمارين في الجبل والساعه 6 الصبح والساعه 5 الفجر يعني. طبعا كابتن ربيع بيهتم بالحته اللي هي اللياقه البدنيه، وبيهتم بالخطط دي، وبيهتم ان هو يطلع لعيبه المنتخب مصر الاول. فهو حضرتك كابتن ربيع معروف ان هو بيحب مصر جدا وبيتعب. خلي بالك كابتن ربيع يعني لف مصر كلها علشان يكون احنا كابتن 2001. انا كابتن شاق وكابتن ربيع شاف كل لعيب مواليد 2003 و2002 و2001 شاف كل اللعيبه. كل اللعيبه كابتن، ولحد دلوقتي بيشوف كل الناس لسه. فانا اظن ان هو ما ظلمش حد خالص، واظن ان هو بيدي كل الناس حقها، فان شاء الله ده يكون من صالح جيل منتخب 2001 ونقدر نشرف الكره المصريه ونقدر ان شاء الله ناخد افريقيا. طيب من يعني واحد من ضمن اللي انت قلت ليه فضل عليك في قطاع الناشئين النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل. يا بص ازيك، وحشني. مساء الفل، منورنا يا كابتن عادل. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يعني حضرتك من الناس اللي ادوا فرصه العربي بدر بالرغم ان هو كان صغير في 2001، وحضرتك كنت مدير الفني 97، لكن أيوة. كان موجود معاك وبيلعب بصفه اساسيه، وكان في ثقه كبيره جدا في عربي بدر. انت فاكر يا كابتن اسامه لما جيت والكابتن محمود الخطيب اتكلمنا على ان الفرقه اللي تبقى تحت الفريق الاول ما تبقاش فرقه 97 بس، كان منتخب للقطاع كله. مظبوط، تفهمني؟ فكانت اول فكره عندي ان انا اشوف اللعيبه اللي امكانياتها اللي برومس ممكن تروح الفريق الاول. اول واحد لفت نظري كان عربي بدر من اللعيبه الصغيره. كان شادي رضوان، بس شادي رضوان للاسف اتعور في كتفه ساعتها، كسر في التركوه وقتها فعلا. وكان في منعم وفي فخري مصطفى شوبير وقتها كمان كنت يعني بتصعده معاك على طول، وكان الحارس الاساسي بتاعك محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. مصطفى شوبير من الحراس الهايلين قوي، وانا يمكن عاوز اقول لك ان هو اكتر من مره واكتر من حته اتكلمت عليه ان هو من الموهوبين يعني. المهم ان عرف اللعيبه اللي انا افتكر يعني اللي قدراتهم تناسب النادي الاهلي. ليه؟ لانه روحه عاليه قوي، وولد محترم قوي بيحب النادي الاهلي قوي، دي حاجه مهمه جدا ودي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان هو ديفندر من الديفندرات الجداد اللي بيروح على الجون بيشتغل، رغم ان هو لسه في الفريق الاول لغايه دلوقتي ما لعبش ديفندر يعني. ما انا دي عايز اسالك فيها، انت النهارده عربي توظف كتير خط وسط مدافع في الناشئين مع موسيماني بيلعب باك رايت ما شاء الله بيجيد، ده بيرجع بقى للشخصيه والموهبه ولا بيرجع ليها يا كابتن عادل؟ ما هو دلوقتي يا كابتن مسامي يمكن لو عربي ممكن يقول لك، انا كنت لما بقعد اعمل معاهم اجتماع اقول لهم اقل لعيب عندي لازم يلعب ثلاث مراكز. مظبوط. يعني انت حضرتك كنت بتشتغل على النقطه دي برضو في الناشئين؟
طبعا كل في اي لعيب عندك في اي حته لازم يلعب على الاقل ثلاث اماكن منهم يكيد منهم اثنين كويس قوي والثالث ممكن يبقى في وقت لانك هتحتاج. ولان يا كابتن اسامه في فلسفه في الكوره ايه؟ انك انت لما بتبقى في حته الباك رايت حتى لو انت راس حربه ورجعت تدافع فانت بتبقى باك رايت مظبوط ولو رجع تلعب الكره بدماغك بتقف على السته يارده فانت بتبقى سبت باك. مظبوط. فالمفترض ان اللعيب يلعب اكثر فعربي في الامكانيات ان هي يقدر يلعب انما الثماني بتاعه هايل كان عنده سرعاته هايله قوي عنده انقضاضه كويس قوي بيعرف يلعب بدماغه بيعرف يجيب جون على فكره كان بيجيب جوان معايا كتير يعني وكان بيهاجم كتير ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ايه انه يبقى حاجه واحده بس يبقى ازاي يعلنوا او ازاي تقول عربي بدري مع الفريق الاول الجمهور يقبله ودي حاجه مهمه والحمد لله انا شايف ان الجمهور بدا يقبله كويس قوي وان شاء الله هيقبلوا اكتر ويبقى اخيرا يا كابتن عادل النصيحه اللي حضرتك يعني تقولها العربي هو لسه بيبتدي مشواره مع الفريق الاول طبعا يا كابتن انا بشكر جدا كابتن عادل من الناس اللي بجد يعني اثرت في حياتي جدا وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا وساعدني كتير في الملعب وبره الملعب فطبعا بشكره جدا وانا بحبه جدا يعني بحبه جدا ماشي. ويعني كابتن عادل عارف اتكلمني كتير وحتى في الحته اللي هو حضرتك بتقول اللي هو لعيب بيلعب في اكتر من مكان ده اكيد كان بيتكلم كتير لازم انا ما عنديش اللعيب اللي هو يلعب في مكان واحد لازم تلعب في اكتر من مكان وده بيفيد المدرب وبيفيد اللعيب طبعا. تمام. عايز اقول لعربي بدري حاجه مهمه قوي يا كابتن. اتفضل. اول حاجه لازم تثق في الله جدا. وتثق في قدراتك، انت لعيب كويس هتقدر تعمل حاجه كويسه. كل ما تبقى افضل كل ما تتواضع اكتر. كل ما تلاقي نفسك الناس بتثني عليك لازم تدي اكتر. مظبوط. لعيب كره القدم وقت صغير حافظ على الوقت ده. زمنك قليل كتير قوي بنلعب 10 15 سنه البطل فينا لكن لما ممكن تحافظ على نفسك كويس تقدر تلعب اكتر واكتر واكتر وخلي ايمانك بالله وقدراتك ان انت تبقى حاجه قويه جدا لانك انت عندك الامكانيات دي واياك والغرور اي لعيب كده مش عايزين اي لاعب صغير لكن عربي ان شاء الله ما يكونش ان شاء الله واكيد دي نصائح مهمه كابتن عادل من نجم كبير زي كابتن عادل عبد الرحمن اللي بنشكرك شكرا جزيلا نروح لفاصل بعد الفاصل نستكمل الحوار مع ضيفي الكابتن عربي بدر اهلا بحضراتكم من جديد عايز اروح برضو يعني لبعض اراء من جماهير النادي الاهلي اللي شاركونا النهارده ورايهم في عربي بدر نجمنا النهارده وضيفنا النهارده عايز اروح يعني عبد الله سماحه بيقول لاعب راجل في الملعب هو ومحمد فخري محمد فخري كمان راح اعاره للبنك الاهلي متمنى له التوفيق وتكون مشاركته كبيره ويرجع مره ثانيه للنادي الاهلي وايضا حمزه علاء حمزه علاء ده حارس مرمى فريق 2001 مصطفى حركه بيقول الجوكر الجديد بسم الله ما شاء الله لاعب عنده شخصيه في الملعب محمود ابو سلم لاعب متالق وان شاء الله يكون مستقبل الاهلي والمنتخب في مركز الديفندر اسماء محمد لاعب ممتاز وينتظر مستقبل باهر احمد عبد الله لاعب رائع وله مستقبل كبير مع النادي الاهلي عربي يعني اراء الناس بتحملك مسؤوليه كبيره اكيد طبعا يا كابتن طبعا بشكر الناس كل الناس اللي هم بيتكلموا كلمه كويسه عليا وطبعا بشكر الناس برضو اللي هم مثلا بيتكلموا كلمه مش كويسه فطبعا بشكر كل الناس وان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس اللي هم بيساندوني وبيدوني الدعم وانا ان شاء الله اكون عند الثقه اللي هم مدينها لي ان شاء الله طيب عايزين برضو نستعرض يعني نشوف ارقام عربي بدر في مشاركاته مع النادي الاهلي السنه دي في الدوري 2019 2020 شارك اربع مباريات 184 دقيقه شارك 184 دقيقه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي التمريرات الصحيحه لعربي بدر 102 86 تمريره صحيحه نسبه التمريرات الصحيحه ما شاء الله 84% دي نسبه كبيره جدا وجيده العرضيات أربعة بالرغم أنه بيلعب في مركز غير مركزه هو مركزه أصلا خط وسط مدافع لكن أجاد بشكل كبير في مركز الباك رايت استخلاص الكرة مرة من ست مرات في ملعب الخصم في النص الأمامي قطع التمريرات 10 التحامات الهوائية 2 من 5 الضغط على المنافس 4 من 8 ولو عندنا كمان التحركات بتاعت عربي بدر في الملعب ما شاء الله يعني كم جري كبير بيجري عربي بدر
بيدل ان هو ما شاء الله لاعب جوكر بيقدر يجيد في كذا مركز، ودي حاجه ميزه كويسه جدا. النهارده بيبقى اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز بيبقى ليه الاولويه والافضليه في الملعب. بتشوف ايمن اشرف بيلعب باك ليفت، بيلعب مساك، ممكن يزيد في نص الملعب. شايفين دي تحركات عربي بدر في حته الباك رايت، المكان اللي وظفه فيه موسيماني واجاد فيه بشكل كبير ما شاء الله. يعني شايفين التحركات، يعني مال المكان كله ناحيه اليمين، وفي كميات جري كبيره زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي. عربي، عايز اسالك دلوقتي، يعني وانت بتبتدي المشوار، ما طيب قبل ما اروح بقى واسالك عن دور الاسره في حياتك ومين اللي يشجعك، عايز اعرف يعني عربي بدر بيلبس رقم 40 مع النادي الاهلي. هو كابتن في اول ما روحت النادي كان في رقم، حبيت رقم 40 وكده، فخليت عم شعبان وعم جمال الله يرحمه، ده كان عامل غرفة الملابس الناشئين معانا، كان مع ادوات مهمات بتاع 2001، فتوفى عم جمال الله يرحمه. فطلبت ان انا هو يطبع لي رقم 40 وكده، فلبست 40 وكنت بحب رقم 40. فجي لما لعبنا الدوري وبدانا ماتشات تاني سنه، فطلبت البس رقم 8 لحد ما طلعت درجه اولى، فلقيت ان انا في ارقام فوق لازم اخد رقم كبير، فاخدت رقم 40 اللي انا بدات بيه. تفائلت برقم 40 بالظبط كده، كان وش الخير عليك مع ولادك في النادي الاهلي. الحمد لله. ولا ده كان عشان الدوري رقم 40 مع النادي الاهلي؟ لا انا كده الحمد لله واخد 2 دوري الحمد لله، كان ال 41 و42. الحمد لله ما لحقتش انت الدوري 40. لا لا لا. طيب عايز اسال عن دور الاسره، دايما دور الاسره بيبقى مهم جدا في حياه اللاعب والناشئ وانت بتبتدي مشوارك. مين اللي كان بيشجع عربي بدر في البدايات بقى؟ الاب، الام، اختك، اخوك، مين اللي كان دايما بيساعدك ويوديك النادي الاهلي؟ هو انا كابتن في الاول كل الناس كتير جدا في المنطقه عندي ساعدوني، طبعا بشكرهم جدا. ففي الاول حضرتك انت عارف ان هو لازم اهلك دول هم اللي بيساعدوك في كل حاجه. فانا طبعا بشكر والدي جدا وبشكر والدتي، بشكرهم على كل حاجه قدموها لي، وانا ان شاء الله اكون ابذل كل مجهودي عشان اقدر ابسطهم واساعدهم. هم يعني كل ما بيقدروا ان هم يشوفوني بلعب وبشارك فهم بيبقوا مبسوطين يعني. فطبعا بشكرهم جدا واقدر ان شاء الله ابسطهم دايما، وبشكر جدتي، بشكر جدي طبعا، وبشكر اخويا مختار واخويا سعد واختي الكبيره ربنا خليها لي يعني شيماء. ومختار بالمناسبه بيقف جول، بيلعب في نادي حدائق الاهرام. جول كويس. لاعب برضه. لا هو جول بيقف جول. جول كويس، وكان بيلعب في بتروجيت فعملوا دمج في الفرقتين، فراح حدائق الاهرام وبيتصعد مع الفريق الاول، بيلعب مع الفريق الاول كويس. فهو جول كويس يعني، وان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبتديها من تحت كده عشان ان شاء الله يبقى في نادي كبير باذن الله. لما خلصت بقى المباريات مع الفريق الاول وخاصه مباراه طلائع الجيش، لما مسكت التليفون اول حد بقى في العيله كلمته مين؟ او اول حد كلمته يعني كانت والدتي، هي على طول دايما بتكلمني. وكل الناس، اختي كانت بتدعي لك طبعا. طبعا ده انا اول ما اتخبطت كان في كوره اتخبطت فيها كابتن في رجلي جامد جدا. كان اللي هو احمد نصر في الباك ليفت خبطني في ركبتي. جامد جدا، كنت اتعور. فربنا سترها يعني الحمد لله. قعدت تعيط طول اليوم، تعيط وانت لحد ما روحت الساعه، كان الساعه 12:30 ولا 1، قعدت تعيط. لا ولا تعودي بقى، صوتها في البيت في الموبايل بيعيط، فبقول لها مالك يا حاجه في ايه؟ قالت لي ما عشان انت اتخبطت. قلت لها لا انت تعودي. شايف الصوره دي؟ الحمد لله. ان شاء الله ربنا يديمها دايما يا كابتن. طبعا ديما نعمه علينا دايما الدوري والبطولات افريقيا ان شاء الله، ونصور فيه في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وده كل يعني دعوات وامنيات كل جماهير النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله، ربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله يا كابتن. عايز اسالك بقى عن مثلك الاعلى. مثل الاعلى كابتن دايما بقوله هو كابتن حسام غالي، طبعا اعتزل بس انا بحبه جدا، ودايما بحب اشوفه هو كان بيعمل ايه عشان يعني استفاد منه واقلده الحاجات الايجابيه. هو طول عمره كل ما اسال حد عليه يقول لي لعيب راجل، لعيب شخصيه، لعيب جامد، لعيب بيركز في الملعب كويس. فانا بحاول يعني اتعلم منه عشان اقدر ان شاء الله ابقى يعني زيه ان شاء الله. طيب مين من برضو اللي بتتعلم منه مع الفريق الاول دلوقتي؟ هو دلوقتي كابتن موجود معاه في الملعب كابتن عمرو السوليه. طبعا بحب عمرو السوليه. انا كابتن في اوضه اللبس يعني بجد والله الكلام ده اول مره اقوله. انا بيبقى في اوضه اللبس في صيد القاهره او في اي نادي، وبيبقى قاعد يعني بيبقى قاعد في وشي. فدايما بفضل ابص له. ابص له انت بتعمل ايه عشان اتعلم منك يعني. ان شاء الله هو دلوقتي ما شاء الله ربنا يحميه من كل حاجه يعني. دلوقتي في حته كويسه يعني، وربنا يكملها له كده ان شاء الله، ويبقى مستمر مع منتخب مصر ويلعب بصفه اساسيه ان شاء الله في الفتره الجايه. فانا بفضل اتعلم منه كل حاجه في الملعب، بتعلم منه دايما، بيتكلم معايا
يتكلم معايا يعني بعد كل ماتش انا لعبته ويفضل يتكلم معايا انت كويس. كنت عملت مين كذا. مين ابرز اللعيبه اللي دايما يعني حتى لما بتبقى في الملعب او بعد المباراه شد حيلك دي بدايه لازم الفرصه تتمسك بيها؟ والله يا كابتن حضرتك ماتش امبي اللي انا اول ماتش شاركته ونزلت اساسي فانا كنت بلعب باك يمين ناحيه ايه الدكه بتاعتنا فانا كل ما ابص صح الاقي الناس كلها فرقتنا تشجعني كل الناس فيعني ده حب غير طبيعي. كل ده اول باصه بسيطه كله قاعد يسقف لي فده اداني حماس كبير وكل الناس. وبالمناسبه محمد هاني اتكلم معايا وقفشه قفشه ده من منطقه كابتن جنبي على طول. انت منين؟ انا من كفر حكيمه كابتن وهو قفشه من قنبره فاحنا جنب بعض جنب بعض المنطقه دقيقتين يعني مش ما بيننا وما بين بعض دقيقتين فاحنا مع بعض دايما يعني. وحضرتك وكل الناس اتكلموا كابتن صالح جمعه كابتن محمود كهربا كابتن وليد سليمان أول كل الناس واحد في اول تمرين الفريق الاول مين اللي استقبلك بقى استقبلك واتكلم معاه؟ والله يا كابتن انا في الاول يعني كنت مكسوف في الاول اول ما روحت اول تمرين طبعا كنت مكسوف كنت قاعد لوحدي وكده فكابتن سعد سمير اتكلم معايا وكابتن شريف كرامي كابتن شريف كرامي اول ما داخل كنت بتوضى وكده فلقيته راح بيقول لي انت انت عندك كام سنه عربي؟ قلت له عندي 15 سنه قال لي ايه ده انت قد ابني ده انت قعدت اضحك كده فدي كلها مواقف يعني كويسه يعني ومواقف ايجابيه. اثنيت انت على الكابتن سامي قمصان كان سعيد جدا بعد مباراه انبي وتقول انه بعد المباراه حضنك واثنى عليك وقال لك يعني كان مبسوط ليك جدا كابتن هو كابتن زي ما قلت حضرتك هو كابتن كان مستر موسيماني اول ما جه ما كانش عارف كل الناس يعني كان هو عارف اتكلم عنك كويس عارف كل الناس اللي هم بيلعبوا بصفه اساسيه فهو اول ما اتكلم قال له في عربي بيلعب ديفندر وكان كان هو يعني كان في ناس ما عندهم كروت صفراء وكروت حمراء وكده كان في في ناس موقوفه يعني فكابتن سامي كلمه وقال له ما اعرفش اتكلم معاه بالظبط ازاي يعني فهو اتكلم معاه قال له لعيب كويس وكده وقال له ممكن باك رايت بيقدر يلعب وكده فلعبت باك رايت والراجل يعني من كلام كابتن سامي اثق في كلام كابتن سامي ولعبت ده طبعا بشكره جدا وبشكر كل الجهاز الفني ودي حاجه خلي بالك اكيد سعاده كابتن سامي وصال لما هو اتكلم عنك ورشحك لموسيماني وانت كمان يعني ايه هو يعني كنت عند حسن ظنه واديت مباراه كويسه هو كابتن زي ما حضرتك عارف ان انا يعني احنا كشباب بنبقى يعني وجهه للناشئين كويس. فاحنا لما احنا انا وفخري وشادي وشكري لما نادي ومصطفى شوبير لما نادي بشكل كويس فهو الناس بيشوفوا الناشئين في ناشئين كويسه فده طبعا يعني ان شاء الله ربنا يساعدنا ويقدرنا ان احنا نقدر نساعد كل الناس يعني الناشئين نطلعوا زي ما حضرتك شفت عدد كبير خلي بالك دلوقتي الباب مفتوح ما شاء الله موسيماني يعني بيجي مدرب بيحب الناشئين وبيعتمد على الناشئين وبيديهم مساحه خلي بالك الدليل مباراه بيراميدز مباراه بيراميدز وانت ناقص منك واحد في الملعب ده بينزل مين بينزل اثنين ناشئين نزلنا انا في الاول قبل ربع ساعه وشادي رضوان ده دليل ان في ثقه كبيره فهو اول ما جه كابتن هو في التكتيك او في التمرين يعني ما عندوش اللي هو لعيب كبير حفظه التكتيك بس لا كويس. كل الناس زي بعضها كابتن تمرين مرونة ورشاقة كل الناس تتمرن تمرين تكتيك تمرين باص كل الناس زي بعضها صغار زي كبير عشان كبير. هو قال ان كل الناس عندي بتشارك انا كل الناس عندي انا بلعب 53 ماتش 54 ماتش في السيزون كله فكل الناس هتشارك استحاله 11 لعيب يلعبوا كام ماتش كم كبير من الماتشات فيبقى فيه لا قدر الله اصابات في توقفات فكل الناس عشان تبقى بشكل كويس. اخيرا بقى عايز اسالك عن يعني واحد من نجوم الفريق الاول نموذج يعني يحتذى به على المستوى الاخلاقي وكمان المستوى الفني الكابتن وليد سليمان. طبعا كابتن وليد سليمان من مستوى الشخصي يعني محترم جدا لعيب كبير لعيب ليه تاريخه لعيب ليه ارقامه جامده ما شاء الله فطبعا بيتكلم مع كل اللعيبه الصغيره بيتكلم وبيساعدنا وبيساندنا في الملعب وخارج الملعب ودايما لما يكون واحد متضايق زعلان ما تتضايقش عادي انت اتمرنت وحش النهارده او ما مش موفق في التمرين ان شاء الله بكره تتمرن كويس فده كله كلام كويس ودايما بيساندونا اللعيبه الكبيره وكل الفرقه يعني متكاتفين وكل الفرقه ايد واحده والحمد لله ده اللي منجحنا يعني الحمد لله. اخيرا بقى كابتن عربي نصيحتي ليك هقول لها وانت اقولها لك وانت لسه بتبتدي مشوارك ان شاء الله يستمر سنوات طويله مع النادي الاهلي. اول حاجه لازم تحافظ على صحتك، صحتك هي دي سلاحك في الملعب. تواضعك، التواضع مهم جدا وانت نازل كمان تتمرن مع الناشئين حتى او بتلعب مباريات معاهم، التواضع مهم جدا. دايما تسمع كلام مدربك، كل تمرينه مش هقول لك المباراه، كل تمرينه بتاخدها كانها مباراه رسميه ليك علشان تثبت نفسك
فيها، وان شاء الله يعني ربنا يديك الصحه كده وتقدر تكون موجود في النادي الاهلي سنوات طويله، وزي ما الجماهير بتقول عليك الجوكر النادي الاهلي، تكون ان شاء الله جوكر النادي الاهلي الجديد خلال الفتره الجايه باذن الله. كابتن ان شاء الله، ان شاء الله كابتن شرفتنا ونورتنا يا كابتن عادل. متشكر جدا يا كابتن على الحلقه الجميله واليوم الجميل ده كابتن، ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. في نهايه حلقتنا يعني بشكر ضيفي كابتن عربي بدر ابن قطاع الناشئين وابن برنامج الاشبال، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، وايضا مع منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين. ما زال الحديث مستمر عن المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولكن استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. شكرا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق